السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وان شاء الله هنشتغل مع بعض وحدة جديدة، وكمان هنشتغل في الفيديو ده طريقة التشبيك. الوحدة ممكن تشتغليها في اللبس، ممكن تشتغليها مفارش، ممكن تشتغليها كوشن، او ممكن تشتغليها لبس اطفال. وحدة سهلة وبسيطة جدا، وكمان طريقة التشبيك سهلة وما بتاخدش وقت خالص. معايا الخيط اللي انا هشتغل بيه، انا معايا خيط قطن ايطالي اوريجينال. الخيط ده قطن 100%، شكل الخيط من قريب، انا جايباه من جروب ناهد حمدي كروشيه ماركت، هحط لكم اللينك في صندوق الوصف، وكمان هتلاقوه في اول تعليق. هشتغل الخيط بإبرة مقاس 5، وده عشان عايزة الغرزة تكون واسعة ومريحة. طبعا مقاس الإبرة ده انت اللي بتحدديه حسب المشروع اللي انت شغالة فيه، حسب سمك الخيط، كمان حسب الغرزة اللي انت شغالاها وشدة ايديكي للغرزة. معايا طرف الخيط، واول حاجة هعمل عقدة البداية، وهشتغل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هقفل في اول سلسلة بمنزلق، كونت معايا الدايرة دي، ومعايا خيط البداية هنا هاخده معايا تحت الغرز وانا شغالة. هرتفع سلسلة 2 3، وهرتفع كمان 3 كمان، 1 2 3 كده، معايا 6 سلاسل بداية السطر، 3 منهم ارتفاع وبحسبهم اول عمود في السطر، و3 بحسبهم بين كل عمود والتاني، لان انا هشتغل عمود 3 سلاسل عمود. فبدأ السطر كده ب6 سلاسل. هلف الخيط، هدخل جوه الدايرة، وهشتغل عمود بلفة. بصوا الفراغ اللي اتكون. بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3، هلف الخيط جوه الدايرة، هشتغل عمود، 1 2 3، 3 سلاسل، هلف الخيط وهشتغل جوه الدايرة عمود. بصوا كده معايا 3 فراغات، 1 2 3، هلف الخيط وهشتغل جوه الدايرة عمود، فراغ 2 3 4. هشتغل بنفس الطريقة لحد ما عدد الفراغات يكمل معايا ل8، وهنرجع نقفل السطر مع بعض. وصلت كده ل7 فراغات، والتامن اللي انا هكونه وانا بقفل. بصوا فراغ 2 3 4 5 6 7، واخر عمود اشتغلته بعده 3 سلاسل. هاجي هنا، ممكن تيجي في السلسلة التالتة وتقفلي، وممكن تدخلي جوه الفراغ كده وتقفلي بمنزلق. شايفين انا لما دخلت جوه الفراغ السلسلة جت في نفس المكان، او القفلة جت في نفس المكان، تمام. بعد كده هرتفع السطر التاني كده، السطر الاول خلص، السطر التاني. هي الوحدة بتتكون من 3 سطور بس، 3 سطور بالتشبيك كمان، يعني هنشتغل سطرين وهنبدأ ان احنا نشبك مع بعض. هرتفع 3 سلاسل، وهشتغل جنب ال3 سلاسل دول 2 عمود، عشان يكون مجموع الغرز معايا في نفس المكان ده 3 غرز ارتفاع و2 عمود. بعد ال3 أعمدة دول هشتغل 2 سلسلة، وهروح للفراغ التاني هشتغل فيه 3 عمود، 1 2 3، وبعدين 2 سلسلة. الفراغ اللي بعده 3 عمود بلفة، 1 2 3، وبعدين 2 سلسلة، 1 2 3، وبعدين 2 سلسلة. وكل فراغ هيقابلني هشتغل فيه 3 عمود بلفة، وبين كل مجموعة والتانية 2 سلسلة. هكمل وهرجع لكم. وصلت لنهاية السطر التاني، ومليت كل الفراغات بالأعمدة، كل فراغ اشتغلت فيه 3 عمود بلفة. الشكل بقى كده، بقت دايرة معايا. بصوا كده هنقفل السطر، لان انا هكمل وهشبك. هو السطر التالت هو سطر التشبيك، انا هشبك بلون تاني. هاجي هنا في السلسلة التالتة وهقفل قفلة عادية بمنزلقة اهو، بس الاول هشتغل بعد اخر مجموعة 2 سلسلة، وهاجي في السلسلة التالتة وهشتغل منزلقة، سلسلة للتثبيت، وهفصل الخيط.
بصوا دايره بالشكل ده. خلاص السطر الثالث هشتغله بنفس الخيط درجه تانية مختلفه. زي ما قلت لك ممكن تشبكي بنفس اللون، لكن جمال الوحدات عموما مش الوحده دي بس، اي وحده جمالها بيظهر في تغيير الالوان. فانا هشبك باللون ده اهو معايا طرف الخيط. ممكن طبعا تبدأي من اي مكان، مش شرط تبدأي عند المكان اللي قفلنا منه، ممكن تبدأي قبله ممكن تبدأي بعده براحتك. بصوا مجموعة تلات اعمدة، قبليها اتنين سلسلة وبعديها اتنين سلسلة. هاجي في العمود ادخل كده هسحب الخيط وهربطه فوق اول عمود ربطة واحدة بس للتثبيت. تمام، هاخد معايا طبعا طرف الخيط وانا شغاله علشان ادريه تحت الغرز. هدخل كده في نفس المكان اللي انا ربطت فيه هسحب الخيط وهرتفع سلسله اتنين تلاته وهحسبهم اول عمود في السطر. هشتغل فوق كل عمود هيقابلني، هشتغل عمود زيه الارتفاع فوق اول عمود، العمود التاني وايه عمود واحد، العمود التالت وايه عمود واحد كده، تلاتة عمود فوق اول تلاتة عمود. بعد كده هشتغل تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة، هروح على التلات اعمدة التانيين اهو، العمود الاول فوقيه عمود، العمود التاني فوقيه عمود، العمود التالت فوقيه عمود بالشكل ده. بعد كده انا اشتغلت بعد المجموعة الاولى تلات سلاسل، المجموعة التانية هشتغل بعديها سبع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. تمام، هروح واكمل بنفس الطريقة، العمود الاول اللي هيقابلني هنا اشتغل فوقيه عمود، ده كان ارتفاع فغرزة فوق الغرزة اول عمود، العمود التاني اي خيوط بقى خديها وانتي شغالة معاكي تحت الغرز عشان تنضفيها، العمود التاني العمود التالت. بصوا مجموعة بعدها تلات سلاسل ومجموعة بعدها سبع سلاسل، هكمل المجموعة التانية بعدها تلات سلاسل، سوري المجموعة التالتة بعدها تلات سلاسل اهو، ما انا مجموعة ومجموعة، مجموعة بعدها تلاتة ومجموعة بعدها سبعة. تمام اهو المجموعة التالتة بعدها تلاتة، هلف الخيط وهاجي هنا على المجموعة اللي بعدها تلات أعمدة هشتغل فوقيهم تلات أعمدة زيهم، واحد اتنين تلاتة. المجموعة اللي فاتت اشتغلت بعدها تلات سلاسل، يبقى المجموعة دي هشتغل بعدها سبعة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. تمام، هكمل هتقابلني مجموعة هشتغل فوقيها تلات أعمدة، مفيش تزايد في الأعمدة خالص، التزايد هيكون في عدد السلاسل اللي بين كل مجموعة واللي بعدها. العمود التالت اهو هنا اشتغلت سبع سلاسل، يبقى المرة دي هشتغل تلاتة، المجموعة اللي بعدها تلات أعمدة فوق التلاتة، واحد اتنين تلاتة وبعدين هنا تلاتة، يبقى المرة دي هشتغل سبعة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، سبع سلاسل. هكمل المجموعة اللي بعد كده اول عمود، العمود التاني، العمود التالت، هنا سبعة، يبقى هشتغل المرة دي تلاتة وهكمل اخر مجموعة عمود اتنين تلاتة، هنا تلاتة، يبقى اخر حاجة في السطر هيكون سبع سلاسل، تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. تمام، هقفل السطر فين؟ اهي اول مجموعة
بتتكون بدايتها او بدايه اول غرزه كانت ارتفاع 3 سلاسل هاجي في السلسله الثالثه، هدخل تحت حلقتين، ما تدخليش تحت حلقه واحده، هسحب الخيط هقفل بمنزلقه سلسله للتثبيت وهفصل الخيط بتاعي كده. الوحده خلصت، انتم متخيلين هي الوحده بتتكون من 3 سطور بس. هتفرديها كده، انتوا شايفين اهي الوحده اهي، خلاص الخيوط دي بتتنضف كده اهي. بصوا الوحده سهله وبسيطه جدا، وحده مربعه بتتكون من 3 سطور. زي ما قلت لكم طريقه التشبيك سهله جدا، هنشوف طريقه التشبيك ازاي. اشتغلت الوحدات باكتر من لون، بصوا الالوان اللي انا اشتغلتها. طبعا الخيوط دي كلها لسه هتتنضف بعد ما اقفل الجزء اللي انا هشبكه. بصوا دي الالوان اللي انا اشتغلتها. تمام، هنبدا ان احنا نشبك باللون الموحد بتاعنا اللي هو اللون الكافيه ده، الازرق مثلا، ممكن نشبكه مع الاصفر. شبك ازاي بقى؟ معايا الوحده اللي انا عايزه اشبكها، ومعايا الخيط، طرف الخيط اهو، وهنيجي من اي مكان، اي مكان عايزه تبداي منه في الدايره ابداي منه. هنا كده مثلا هسحب الخيط و هربطه كده. تمام، المفروض ان انا معايا الوحده اهي، انا محتاجه ان انا اشبك مربع تاني، يبقى هشبك من جنب واحد بس. تمام، هشتغل اول حاجه ارتفاع 3 سلاسل وهحسبهم طبعا، اول عمود في السطر فوق العمود الاول، العمود الثاني فوقيه عمود زيه، العمود الثالث كده اول مجموعه. المفروض ان انا بشتغل هنا في الجنب، انا هبدا تشبيك من الجنب هنا، المفروض ان انا بشتغل في الجنب ده 7 سلاسل، هشتغل منهم 3 بس، 1 2 3، او بجيب الوحده الكامله اهو. بصوا بحط الوحدتين على بعض كده، هنا اشتغلت 3 سلاسل، باجي في السبع سلاسل دول ممكن ادخل في السلسله الرابعه، وممكن ادخل في الفراغ بتاع السلسله دي. بدخل هنا كده بسحب الخيط وبشتغل غرزه حشو، تمام، وبعدين بكمل سلسله 2 3 كده. معايا 7 سلاسل، 3 اشتغلتهم في الاول وبعدين حشو وبعدين 3 كده، معايا 7. تمام، بعد كده بلف الخيط وبروح على المجموعه اللي بعد كده، بشتغل فوق كل عمود عمود زيه، 1 2 3. المفروض ان انا بشتغل المره اللي بعدها اهو، المفروض ان انا بشتغل 3 سلاسل، لا بشتغل منهم سلسله واروح على الوحده الناقصه. اهم حاجه ظاهرين على بعض اهو، ظاهرين على بعض. تمام، باجي هنا في اللي هي الثلاث سلاسل دول، فوق الثلاث سلاسل بشتغل وبشبك بسلسله وبعدين حشو كده، بدخل في الفراغ حشو اهو، وبعدين برجع للوحده اللي انا بكملها وبشتغل سلسله، وبروح للغرز اللي بعد كده المجموعه دي، بشتغل فوق كل عمود عمود زيه. انا بشبك من 3 اماكن، عمود 2 كده 3، هنشوف الثلاث اماكن طبعا اللي بنشبك منهم اللي هي السلاسل، احنا بنشبك بسلاسل. تمام، بعد كده المفروض ان انا اشتغلت 3 هنا، لا اشتغل بعد كده 7 بقى، بشتغل منهم 3 وبروح للسبعه اللي بعد كده هنا، بدخل وبشتغل حشو وانا حاطه المجموعتين على بعض كده، وبرجع للمجموعه تاني بكمل 3 سلاسل وبرجع وبروح للمجموعه اللي بعد كده، بشتغل فوق كل عمود عمود زيه. هنشوف الشكل وصل لايه، احنا هنكرر كذا مره علشان يكون التشبيك اوضح بالنسبه لكم. بصوا انا شبكت منين، شايفين السبع سلاسل دول مع بعض، والتلاتة دول مع بعض، والسبعة دول مع بعض كده. الوحدة اتشبكت معايا من كل الجوانب اهي، شايفين التشبيك اهو كده. خلاص بكمل الوحدة بقى الناقصة بنفس الطريقة، مفيش خلاص تشبيك، انا شبكتها في الوحدة اللي جنبها وخلاص. بنكمل بقى بعد السبعة دول، بنشتغل 3 سلاسل وبعد المجموعة دي،
بروح بعديها بشتغل فوق كل عمود عمود زيه، واحد اتنين تلاتة، هنا اشتغلت تلاتة يبقى هنا هشتغل سبعة، تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، بلف الخيط واروح على المجموعة اللي بعد كده كلها اعمدة فوق الاعمدة من غير اي تزايد. التزايد بتاعي بيكون في عدد السلاسل بس. العمود التاني، العمود التالت، وبعدين واحد اتنين تلاتة، بروح للمجموعة اللي بعد كده العمود الاول، العمود التاني، العمود التالت، وبعدين هنا تلاتة، يبقى المرة اللي بعدها سبعة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، تمام. بلف الخيط واروح على المجموعة اللي بعد كده بشتغل فوق كل عمود عمود زيه، اول عمود، العمود التاني، والعمود التالت، وبعدين هنا سبعة بشتغل ثلاث سلاسل، وباجي هنا في اول غرزة كانت ارتفاع باجي في السلسلة التالتة، وبقفل السطر بتاعي بمنزلقة وسلسلة للتثبيت، وهفصل الخيط الصوت اتشبكوا مع بعض. تمام، لو حبينا نشبك بقى واحدة تالتة هنداري طبعا الخيوط دي زي ما قلتلكوا، واحنا بنقفل الشغل خلاص هنركن الاتنين دول وهنجيب واحدة تانية اهي نوف دي مثلا، ومعايا نفس الخيط، وهاجي هنا اوصله من اي مكان في اي عمود اربطه ربطة، تمام هي ربطة، وبعد كده هسحب الخيط من نفس المكان وهرتفع ثلاث سلاسل بداية السطر، وهحسبهم اول عمود العمود الثاني، يعني بشتغل في البداية مجموعة العمود الثاني العمود الثالث. هنبدأ نشبك منين؟ هنبدأ نشبك من الجنب ده، انا معايا مجموعة اهي تلات اعمدة هشتغل تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، بصوا انا على العدلة، ممكن تشبكي وهي محطوطة مكانها عشان ما تتلخبطيش، اهي هترفعي السبع سلاسل دول هتدخلي كده من تحت، شايفة انا دخلت منين؟ شايفين؟ اسحب الخيط كده وهشتغل غرزة حشو، وهرجع اكمل بعد التلاتة تلاتة كمان كده معايا سبعة، تلاتة وحشو وتلاتة خلاص، ترفعيها معاكي كده والظهرين على بعض، شايفين الظهرين على بعض ازاي؟ هاجي للمجموعة اللي بعد كده وهشتغل فوق كل عمود عمود زيه وانا ماسكاهم كده، عمود اتنين تلاتة، تمام انا ماسكاها اهو عشان ما تلفش مني. بعد كده هنا في ثلاث سلاسل المفروض ان انا هشتغل ثلاثة قصادهم، لا انا بشتغل سلسلة، وبروح هنا شايفين هنا ثلاث سلاسل، بدخل بشتغل حشو وبعدين سلسلة كده معايا الثلاث سلاسل، وبروح للمجموعة اللي بعد كده بشتغل فوق كل عمود عمود زيه، يعني بتشبكي وانتي شغالة المجموعات وبتشبكي السلاسل مع بعض كده ثلاث اعمدة. بعد كده هيقابلني بصوا هنا المجموعتين اللي شابكين في بعض دول سبع سلاسل شابكين في سبع سلاسل زيهم، هشتغل منهم ثلاثة، واحد اتنين ثلاثة، وهروح هنا على غرزة الحشو شايفينها اللي انا كنت مجمعها مع بعض، هدخل كده في غرزة الحشو وهشتغل غرزة حشو زيها، تمام، وبعدين هكمل ثلاث سلاسل عشان يكون مجموعهم سبعة، وهروح على المجموعة اللي بعد كده وهشتغل فوقيها ثلاث اعمدة، اول عمود فوقيه عمود زيه، العمود الثاني، العمود الثالث، خلاص. بعد كده المفروض ان انا هعمل ايه؟ هتفردي كده بصي
احنا شبكنا من جنب اهو، تمام شايفين؟ خلاص كده اتشبكت. خلاص هنكمل بقى شغل على الدايره، خلاص ملناش دعوه بينا. لما نيجي نشبك الوحده الرابعه هنشبكها من جنبين. خلاص بتكملي، بصي شبكت هنا اهي، هتكملي بقى شغل على الدايره. هنا كان 7 سلاسل، اشتغلت مجموعه، اللي بعديها هيكون 3 بس، 1 2 3، وهروح للمجموعه اللي بعد كده اشتغل فوق كل عمود، عمود زيه، العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث اللي فاتوا كان 3 سلاسل، يبقى دي 7، 1 2 3 4 5 6 7. بتكملي بقى الوحدة عادي، بروح على الأعمدة اللي بعد كده بشتغل فوق كل عمود، عمود زيه، أول غرزة، الغرزة التانية، بتلمي الخيوط معاكي وانتي شغالة كده، الغرزة التالتة، اللي فاتوا كان 7 سلاسل، يبقى اللي بعدهم 3، ده بنشتغل مرة 3 ومرة 7 اهو. بعد كده مجموعة، عمود، 2 3، وبعدين 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، تمام. الف الخيط، وهنا اخر مجموعة بشتغل فوق التلات اعمدة 3 زيه، عمود، 2 3، وبعدين اخر حاجة اشتغلت هنا 7، اشتغل هنا 3، 1 2 3، وبقفل هنا في اول غرزة في السلسلة الثالثة من الارتفاع، بدخل تحت حلقتين كده وبشتغل منزلقة سلسلة للتثبيت، وبفصل الخيط. بصوا الوحدة الثالثة اتشبكت اهو، شايفين كده بالشكل ده، بتظبطيها بقى بايدك كده، الوحدة الثانية، الوحدة الثالثة، بصوا التشبيك اهو. الوحدة الرابعة بقى عشان نكون مربع، وبعد كده تشبيك باقي الوحدات سهل جدا بنفس الطريقة. شبك الوحدة دي مثلا معايا طرف الخيط مرة تانية، دي او بصوا هتكون هنا كده، وهشتغل حواليها هنا هنشبك. بصوا لو اخدتوا بالكم من الشكل، هنشبك من جنبين، ودي الوحدة الوحيدة اللي هتشبك من جنبين في المربع ده واحنا شغالين. بعد كده في وحدات تانية بقى طبعا هتشبك من جنبين طول ما انت شغالة، لكن في وحدات هتشبك من جنب واحد، في وحدات هتشبك من جنبين. معايا طرف الخيط تاني، همسك الوحدة كده واللي انا شبكتها قدامي، هدخل في اي عمود، هسحب الخيط وهربطه، هدخل في نفس المكان هسحب الخيط وهرتفع سلسلة 2 3، الارتفاع وبحسبه اول عمود، فوق العمود التاني عمود زيه، فوق العمود التالت عمود زيه. هنبدأ بقى ان احنا نشبك، هشتغل ال7 سلاسل، هشتغل نصهم 3، 1 2 3، وهروح هنا على الوحدة دي هدخل كده اهي، وهشتغل حشو، تمام، هضيق غرزة الحشو كده شوية، وبعدين هشتغل 3 تانيين، تمام، وهكمل بقى. عايزة ترفعيها كده ارفعيها، مرتاحة كده مفيش اي مشكلة، تمام. هروح على العمود التاني اهو، المجموعة اللي بعد كده هشتغل فوقيها مجموعة زيها، عمود، 2 3، اللي عليها الدور ايه؟ بصوا 3 سلاسل، اللي عليها الدور 3 سلاسل، يعني هشتغل سلسلة وهروح لل3 سلاسل دول هشتغل جواهم حشو، وبعدين هشتغل سلسلة وهرجع للمجموعات بتاعتي تاني، هكمل فوق كل مجموعة مجموعة زيها، اول عمود،
العمود الثاني، العمود الثالث، السلاسل اللي عليها الدور السبعه اللي هم هنا دول اللي بتجمع المجموعات ببعض. هشتغل 3 1 2 3 وهروح هنا، شايفين اهي من الظهر كده لغرزة الحشو دي، تمام. هدخل فيها وهشتغل حشو وبعدين هرجع للمجموعة اللي ناقصة، افردها لكم تاني. هرجع للمجموعة اللي ناقصة اللي انا بكملها وهشتغل 3 سلاسل كمان، 1 2 3. هروح بقى على المجموعة اللي عليها الدور، هلف واشتغل فوق كل عمود، عمود زيه، اول عمود، العمود الثاني، العمود الثالث، كده 3 أعمدة. بعد كده اللي عليها الدور بقى، السلاسل اللي عليها الدور في الوحدة الثانية اهي، شايفين هنا سلاسل قصاد سلاسل ومجموعة قصاد مجموعة. بعد كده 3 سلاسل هشتغل سلسلة منهم وهروح على السلاسل اللي في الجنب الكامل وهشتغل حشو اهي، وبعدين سلسلة واحدة وهرجع للمجموعة تاني، اشتغل فوق كل عمود، عمود زيه، اول عمود، العمود التاني، العمود التالت، تمام. بعد كده خلاص بصوا المنظر، شايفين اتشبكت من النص ازاي. خلاص باقي بعد كده ال7 سلاسل اللي هنا هشتغل منهم 3، 1 2 3، وبعدين هروح لل7 هنا، بصوا هرفعهم كده من تحت، شايفين هدخل هشتغل حشو وبعدين هضمهم كده على بعض، وبعدين 3 كده معايا ال7، هلف كده شايفين وهاجي هنا. خلاص انا كده شبكت كل الجوانب، الجزء اللي باقي هو الجزء اللي مش متشبك الشكل ده. هكمل بقى فوق كل عمود، عمود زيه، اول غرزة، الغرزة الثانية، الغرزة الثالثة، تمام. بعد كده 3 سلاسل مجموعة عمود، 2 3، تمام. بعد كده 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وبعدين اخر مجموعة في المربع، عمود، 2 3، واخر حاجة انا اشتغلت هنا 7 سلاسل، هكمل بقى واشتغل هنا 3 بعد اخر مجموعة، وبيقابلني اخر عمود في السطر، ادخل كده في الارتفاع، بسحب الخيط وبقفل ب منزلقة سلسلة للتثبيت وبفصل الخيط كده. ال4 مربعات اتشبكوا مع بعض، بصوا شايفين اهو، ادي مربع، التاني، التالت، شايفين لما بيتفرد بيبقى شكله عامل ازاي، الرابع، او ال4 متشبكين في بعض من النص، شايفين التشبيك. خلاص طبعا الوحدة سهلة والتشبيك كمان سهل، انا شبكت 4، هشبك فيهم ال4 التانيين كده هم، تمام. وهنرجع نشوف الشكل وصل لايه اهو، انا هشبكهم وهنضف الخيوط ونرجع نشوف الشكل وصل لايه. شبكت المربعات، بصوا الشكل ظهر بقى شكلها جميل جدا. طريقة التشبيك سهلة، ما بتاخدش وقت خالص، مجرد ان انتي بتشبكي السلاسل ببعض بس، المربع نفسه او الوحدة نفسها سهلة جدا وما بتاخدش وقت. بصوا كده انا اشتغلتها بابرة مقاس 5، ده الظهر انا نظفته،
طبعا لو اشتغلتيها كمان بلون واحد مثلا اللون الكافيه ده او لون بيج وعملتيها مفرش هيكون شكلها جميل جدا. ممكن تعمليها مفرش الوان زي كده، ممكن توحدي اللون اللي جوه وتخلي اللون اللي بره لون واحد. ان شاء الله هيكون لينا مشروع بعد كده هنشتغله بالوحده دي. اتمنى ان شاء الله ان هي تكون عجبتكم وان الشرح يكون سهل بالنسبه لكم. هستنى رايكم في التعليقات. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واللي لسه بيشوفني لاول مره وما عملش اشتراك يدوس على كلمة اشتراك او سبسكرايب الموجودة تحت الفيديو، وكمان يفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.